حتى يتبين لهم أنه الحق. من أسوأ نواتج أو نتائج العلمانية الشذوذ الجنسي. يعني والله الإنسان يحزن عندما تعلم أنه في الولايات المتحدة الأمريكية 67% من الشعب الأمريكي موافق على زواج الشاذين جنسيا، يعني رجل يتزوج برجل أو امرأة بامرأة أو يتحول جنسيا أو غير ذلك. هذا الزواج الذي اختاروا له مصطلح لطيف يعني مثلية جنسية، هو شذوذ، هو شذوذ عن الفطرة التي فطر الله ناس عليها. هذه النسب المرعبة في الدول الغربية أيها الأحبة يعني تطرق جرس الإنذار أن هذه الحضارات سوف تنهار، لأنهم يسيرون عكس الطبيعة. فعندما تجد أن الإحصائيات تقول لك إن مثلا ملايين الناس في الغرب في أوروبا وفي أمريكا يمارسون هذا الشذوذ الجنسي، وبكل يعني ضمن العرف وضمن القانون وضمن، فهذا يقول لك إن النتائج التي وصلت إليها العلمانية نتائج مدمرة، لأن الدراسات أيها الأحبة أثبتت أن الإنسان الشاذ جنسيا أولا معدل أعمارهم أقل، إصابتهم بالأمراض أكثر، النظام المناعي لديهم أضعف، وسوف نثبت ذلك من خلال دراسات علمية، ويعني نكتشف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما تنبأ به عن هذه الظاهرة قبل 14 قرنا. دعونا نتأمل هذه الدراسات. قام معهد جالوب الأمريكي، وهو مصدر موثوق جدا للمعلومات والإحصائيات، بدراسة حول أعداد المثليين والمتحولين جنسيا، وكانت النتائج صادمة، أنهم وجدوا ارتفاع خطير لنسبة الشاذين جنسيا في الولايات المتحدة، وصلت النسبة إلى 4.5، وهذه طبعا الأرقام الرسمية، الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير. واعتمدت الدراسة على استطلاع شمل 340,000 شخص، وتبين أن نسبة الشاذين ارتفعت من 3.5 عام 2012 إلى 4.5 عام 2017، أي العام الماضي. فخلال 5 سنوات زاد العدد الإجمالي بحدود 3 ملايين شاذ جنسيا، بمعدل 600,000 شاذ جديد كل سنة، هذا فقط في الولايات المتحدة. كما أن موقع CNN نشر قبل مدة يعني تقرير يقول عدد الأسر المثلية تجاوز 900,000. الأسر يقصدون يعني رجل متزوج برجل أو امرأة متزوجة بامرأة. وهناك 67% من الشعب الأمريكي يدعم ويؤيد هذا الأمر. وطبعا هنا إحصائية كيف زادت من عام 2016 إلى 2017 نسبة ما يسمى LGBT، يعني الشاذين جنسيا من الرجال والنساء والمتحولين جنسيا. وهنا نرى أمامنا إحصائيات أيها الأحبة تؤكد أن النسبة الحقيقية أكبر من ذلك، وتصل لحدود 10% من الشعب الأمريكي، أي تقترب من 30 مليون شخص يمارسون الشذوذ الجنسي، 30 مليون في أمريكا فقط، لا نتحدث عن أوروبا. طبعا حتى سنوات قريبة لم يكن أحد يتصور أن نجد قانونا يبيح زواج المثليين، وينتشر في كثير من الدول، حتى إن بعض الإحصائيات تؤكد أن نسبة 10% من رجال أمريكا ونسائها شاذون جنسيا. سبحان الله، يعني عندما أعرضوا عن الزواج نجد أن القارة مثل قارة أوروبا تسمى بالقارة العجوز بسبب مخالفتهم لفطرة الله عز وجل. إن هذه الظاهرة أيها الأحبة مخالفة للطبيعة، وتقطع النسل،
ولذلك تعاني هذه الدول من قلة الإنجاب وتكثر فيها الفاحشة والشذوذ الجنسي والأمراض. وسبحان الله، يعني النسب كلها تقول إن هذه الأعداد تتزايد والأمراض تكثر. يعني دراسة تؤكد أن أمراض مثل سرطان القولون، هذا السرطان الخطير يصيب الرجال الشاذين جنسيا أكثر، بمعدل أكبر بكثير من الإنسان العادي. إذن أيها الأحبة، هذه النسب التي نجدها اليوم تؤكد بما لا يقبل الشك أننا نسير باتجاه خاطئ. يعني لو قمنا بسؤال العلماء اليوم، علماء الطب، وقلنا لهم أيهما أفضل، أن يتزوج الإنسان زواج طبيعي أو أنه يسلك طريق الشذوذ الجنسي، طبيا ونفسيا الأفضل هو الزواج. ولكن هذه الظاهرة أيها الأحبة، التي يعني قبل 100 سنة لم يكن أحد يستطيع أن يتصور انتشارها بهذا الشكل المرعب، هل يستطيع إنسان عاش قبل 14 قرنا أن يصف لنا بدقة أن هذه الظاهرة ستكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني والبيهقي يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أعلام الساعة وأشراطها، يعني شرط لا تقوم الساعة حتى يتحقق هذا الأمر، أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. سبحان الله، يعني هذا أمر لو قلناه قبل 100 سنة يعني الإنسان لا يتخيل. فكيف بنبي كريم يقول لنا هذا الكلام قبل أكثر من 1400 سنة؟ إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. والله إن هذا الحديث يشهد على صدقه عليه الصلاة والسلام. وأنا يعني أخاطب أولئك الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام: هل نحن اليوم بحاجة لمثل هذا الحديث؟ هل فيه عبرة لك أيها الإنسان أم لا فائدة منه؟ طبعا هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه الظاهرة إذا ظهرت فهي أولا دليل على اقتراب الساعة، لنأخذ حذرنا، لنستعد للقاء الله. الساعة تأتي فجأة أيها الأحبة، بغتة. فالنبي ينبهنا رحمة بنا، يقول: إذا رأيتم هذه الظاهرة استعدوا للساعة، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ونحن الآن نرى بأعيننا هذه الإحصائيات المرعبة، وكيف أنها في ازدياد. يعني هي بدأت قبل سنوات وهي تزداد، ربما تصل النسبة إلى حدود مرعبة بعد سنوات. يعني إذن هذا النبي ألا يريد لنا الخير؟ يعني وماذا يضرك أيها الإنسان الذي تنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يضرك أن تأخذ بهذا الحديث؟ يعني تنبيه وتحذير، يعني ولله المثل الأعلى، مثل جهاز إنذار ينذرك بوجود حريق، بوجود خطر. لماذا نغلق هذا الجهاز؟ لا، نأخذ به. وهكذا كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة، كل أحاديث النبي فيها عبرة وموعظة وشفاء وتحذير ويعني تعديل سلوك للإنسان ليعيش حياة طيبة. لذلك الله تعالى اختصر علينا عناء هذا البحث والدراسات وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.